اهلا بكم مشاهدينا الكرام دائما على شاشه قناه النيل للاخبار، ونحييكم في مستهل هذا اللقاء الاسبوعي الذي نشرف بلقائكم ومن خلاله نسلط الضوء ونناقش معكم واحدا من الملفات المثاره على الساحه. من جديد نعود الى البحث والنقاش في طبيعه العلاقات الصينيه الامريكيه. يبدو ان هذا الملف سيكون ضيفا حاضرا معنا على امتداد الايام المقبله نظرا لتطورات الاحداث وتصاعدها وتعقيداتها في كثير من الاحيان بين بكين وواشنطن. فصل اخر من فصول التنافس او الصراع ان شئتم بين الامريكيين والصينيين. هذه المره الصراع بعيدا عن اليابسه وتحديدا في بحر الصين الجنوبي. هذا البحر يوصف بانه البحر المسلح، ففي مياهه وعلى سواحله توجد ربع ترسانة الأسلحة في العالم، وإلى جانب ذلك تمر به ثلث تجارة العالم وذلك حسب بعض التقديرات. لا يعني اسمه بحر الصين الجنوبي أن الصين تمتلكه، لكنه بحر تتنازعه دول عدة. جاءت التسمية لوقوعه بمواجهة البر الجنوبي للصين، لكن هناك مواجهات عدة وقعت بين كثير من الدول التي تطل عليه، وكما أوضحت هناك دول كثيرة تتنازع السيادة عليه، منها الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي. كل هذه الدول يبدو أن هناك صراعا خفيا أو معلنا للهيمنة والسيطرة على بحر الصين الجنوبي. البحر له أهمية كبيرة، ربما سنتوقف أمام أهميته بشيء من التفصيل لاحقا، لكن أذكر لكم بعضا من أهميته. البحر يحتوي على مقدرات هائلة من النفط والغاز، بالإضافة إلى ثروة بحرية هائلة من الأسماك واللؤلؤ لم تتمكن أي دولة من الدول من استغلالها حتى هذه اللحظة بشكل فاعل بسبب ما أشرنا إليه، النزاع فيما بينهم. البحر أيضا بمثابة الرئة التي تتنفس بها بعض الدول في جنوب شرق آسيا. وأخيرا ولكن ربما الأهم، تقع في البحر الصين الجنوبي تايوان. وما أدراكم ما تايوان بكل ما يحيط بها من ترتيبات وتعقيدات ومشكلات. البعض يذهب في توقعاته لسيناريوهات سيئة، ربما يكون هذا البحر نقطة اشتعال صراع عالمي أو بداية حرب عالمية ثالثة لا قدر الله. أدعوكم لمتابعة هذا التقرير ثم نبدأ النقاش. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تبني قوة أكثر فتكا في المحيطين الهندي والهادئ لعدم السماح للصين بالهيمنة على تلك المنطقة بالطريقة التي تنويها. وحسب بلومبرغ، أضاف أوستن في تصريحات خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني، إن الصين تعد الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة وبشكل متزايد لإعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي بشكل الذي يناسبها. وتابع: لذا اسمحوا لي أن أكون واضحا، لن ندع ذلك يحدث. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحافظ على ميزاتها القتالية وستعزز وجود قواتها لبناء وصنع قوة أكثر فتكا وتنقلا وتوزيعا. وأشار أوستن في هذا الصدد إلى القاذفة الشبح B-21 رايدر التي تم الكشف عنها منذ أيام كعنصر رئيسي في استراتيجية الردع الأمريكية. في وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه ناقش في اجتماع مع زملائه في الناتو كيفية الرد على التحديات من الصين، وقال إن الولايات المتحدة قلقة بشأن سياسات الصين والتنمية العسكرية السريعة. في 12 من أكتوبر نشرت الولايات المتحدة استراتيجية للأمن القومية، حيث تم منح الصين وضع أخطر تحدي جيوسياسي وروسيا تهديد أمني عاجل. وفي أحدث تقرير لها عن القوى العسكرية للصين صدر أواخر الشهر الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الصين لا تزال عازمة على بناء أقوى جيش في العالم بحلول عام 2049. وأضاف أن الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة تهدف إلى إثارة الاضطرابات والاستفزازات، وقال إن هذا الأمر يهدد بشكل خطير سيادة وأمن البلدان الساحلية ويقوض النظام وسلامة الملاحة في بحر الصين الجنوبية. كان الأدميرال جون سي أكويلينو قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قال إن الصين أرسلت أنظمة صواريخ مضادة للسفن والطائرات ومعدات تشويش ومقاتلات إلى الجزر، ما يعد خطوة شديدة العدوانية تهدد جميع الدول المجاورة. أعلنت الصين أنها تمتلك الحق في تطوير جزر ببحر الصين الجنوبية بالشكل الذي تراه مناسبا،
وذلك في أعقاب اتهامات أمريكية بأنها عسكرت 3 جزر على الأقل ضمن عدة جزر شيدتها في الممر المائي المتنازع عليها، ما شكل انتهاكا لالتزام سابق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي أن نشر الصين لمنشآت دفاعية ضرورية على أراضيها حق لكل دولة ذات سيادة، ويتماشى ذلك مع القانون الدولي وهو أمر لا يقبل الشك. إذن هذا التقرير بمثابة تمهيد جيد للدخول مباشرة في الموضوع ونقاش هذه التطورات المرتبطة بتصاعد الأحداث حول بحر الصين الجنوبي. أدعوكم للترحيب بضيفي وضيفكم دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. وكالعادة اسمح لي أن أجدد سعادتي بالجلوس معك والنقاش معك لما تطرحه من أفكار ورؤى مهمة يعني. شيء بيسعدني جدا. فشكرا لتشريفك لنا وحرصك على التواجد معنا يعني. شكرا سيح. يبدو أنه زي ما قلت في المقدمة أنه ملف العلاقات الصينية الأمريكية سيكون حاضرا معنا. صحيح. على امتداد الفترات المقبلة. قبل الحديث عن بحر الصين الجنوبي إجمالا، كيف ترى وتيرة تصاعد العلاقات ما بين واشنطن وبكين؟ ربما من منذ أيام قليلة مضت أو بضعة أسابيع كان هناك شكل من أشكال التقارب. صحيح. فيما جرى من لقاء بايدن مع الرئيس الصيني، ويعني التصريحات الصادرة من الدولتين يعني ربما بشكل أو بآخر أشارت إلى أنه الأمور هادئة ومطمئنة بشكل كبير، لكن فجأة ظهرت من جديد شكل أشكال التصاعد الأحداث حول بحر الصين الجنوبي. إجمالا دكتور أيمن، يعني كيف ترى إيقاع العلاقات ما بين واشنطن وبكين؟ أولا أهلا بحضرتك مرة ثانية أستاذ أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. أنا في تقدير اللقاء بال اللي حضرتك أشرت إليه ما بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، كان الهدف منه هو رسم الخطوط الحمراء كل طرف للطرف الآخر، بالإضافة لرسم الخطوط الحمراء إزالة ما يمكن وصفه بالقناعات الخاطئة لدى كل طرف، لأن سبب رئيسي لاندلاع الحروب وخصوصا الحروب الكبيرة زي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دائما ما يسمى اندلاع الحروب بالخطأ. نعم. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه اللقاءات بتتجنب كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو الذهاب إلى الحرب بالخطأ. كل طرف يريد حتى إذا ما قرر الذهاب إلى الحرب أن يذهب إلى الحرب عن قناعة وعن استعداد وعن إعداد، وليس الذهاب إلى الحرب بالخطأ. عشان كده شفنا لقاء رئيس شي جين بينج مع رئيس جو بايدن، جاء بعده شفنا لقاء آخر ما بين الرئيس الصيني ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. نعم. خلال الشهر الحالي في زيارة متوقعة لبلينكين لبكين للعاصمة الصينية، وبلينكين له تصريح خطير في شهر نوفمبر الماضي، لأول مرة في عهد إدارة رئيس جو بايدن أن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث مرتين في الشهر عن أن الصين تسرع الخطوات من أجل السيطرة على تايوان بالقوة، وهذا يعني عكس ربما ما رأيناه من مخرجات لهذه القمة الصينية الأمريكية. إذن ما يقال في وسائل الإعلام، ما يقال حتى في اللقاءات ما بين الطرفين يختلف تماما عن ما يقوم به كل طرف على أرض الواقع. الجميع ربما التقرير أشار إلى نقطة في غاية الأهمية هي وثيقة الأمن القومي الأمريكي. وثيقة الأمن القومي الأمريكي بترى لا ترى إلا الصين تهديدا، يعني هي شايفة روسيا خطر لكن لا ترى إلا أن الصين هي التهديد الوحيد على يعني الهيمنة الأمريكية على العالم. ليه؟ هم شايفين أن الصين بتمتلك ما يسمى بالقوة، عناصر القوة الشاملة. في دول عندها عناصر قوة كتير، ممكن دولة تكون قوية مثلا في البحرية، دولة قوية في القوات الجوية، دولة غنية اقتصاديا لكن ما عندهاش جيش زي ألمانيا. يعني ألمانيا ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية هي دولة غنية بامتياز، بتنتج 3.6 تريليون يورو في السنة، لكن انفاقها على القوات المسلحة وعلى الجيش أقل من 1.2% من إجمالي الميزانية الألمانية، وده كان بيقلق الإدارة الأمريكية اللي كانت بتطالب منذ قمة ويلز في 2014 بأن الدول الأعضاء في ناتو تصل بالإنفاق على الدفاع إلى 2% من الناتج القومي. النهاردة الصين بتملك كل عناصر القوة الشاملة. أولا عندها من المساحة الجغرافية المساحة الكبيرة بحيث تستوعب
أي ضربة يعني تستطيع الصين بما فيها حتى الضربة النووية، يمكن للصين أن تتحمل ضرب ليست مساحة ضيقة أو مساحة سكانها متركزين في مكان ما ستهددها بالفناء، ستهددها بالفناء، اللي هي دولة تستطيع أن تستوعب الضربة الأولى وترد بالضربة الثانية. بل بالعكس البر الصيني أنا في رأيي هو أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه حتى الصين قبل أن يكون لديها قوة يعني بحرية كبيرة كان لديها صواريخ يمكن أن تنطلق من البر وتستهدف السفن الأمريكية أو حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في بحر الصين الشرقي أو في بحر الصين الجنوبي. ده رقم واحد. رقم اثنين، الصين تمتلك القوة الاقتصادية. النهاردة الصين هي القوة الاقتصادية الثانية بمعيار كل دولة، يعني احنا النهاردة لو شفنا الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الاقتصادية الأولى، بعدها الصين، لكن بالمناسبة الصين تبقى رقم ثلاثة لو بنتكلم عن الغرب الجماعي. الصين الولايات المتحدة الأمريكية بتنتج حوالي 20.5 تريليون دولار، بيجي بعدها الاتحاد الأوروبي مش الصين، لو لأن الاتحاد الأوروبي إجمالا 27 دولة بينتجوا طبقا لتقرير قمة العشرين اللي عقد مؤخرا بينتج 18.5 تريليون دولار. إذا الاتحاد الأوروبي كمكون وكتكتل هو أكتر من الصين، لكن لو حسبناها كل دولة الصين كم تريليون؟ الصين بتنتج 14 تريليون دولار. وخد بال حضرتك هي في المرتبة الثانية لو قارنتها بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وتبقى رقم ثلاثة لو عملتها بعد كدول بعد الاتحاد الأوروبي. عندها القوة الاقتصادية. القوة العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في العالم إنفاقا على السلاح، بتنتج كاملة الميزانية الحالية ميزانية 22-23 760 مليار دولار الإنفاق على الجيش الأمريكي. الصين هي رقم اثنين برضو بس بتنتج كام؟ 290 مليار دولار. يعني ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتفوق على الصين بشكل كبير جدا في الانفاق العسكري تقريبا يعني الضعفين، أو بمعنى صح الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق ما يوازي ضعفي انفاق الصين وروسيا معا على الدفاع، لأن انفاق الروسي لا يتجاوز ولم يتجاوز أبدا 70 مليار دولار 2021، ربما عشان الحرب في 2022 يزيد هذا الأمر قليلا، لكن المعدل الروسي لا يزيد عن من 65-70 مليار دولار. تعالى للقوى البرية، ودايما معروف أن القوات البرية تطلق يعني العسكريين يطلقوا عليها سادة المعارك، لأنه مهما ضربت القوات الجوية ومهما ضربت القوات البحرية هي اللي بتحسم المعركة وهي اللي بتحتل على الأرض. الصين عندها أكبر احتياطي كقوات برية في العالم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، عندها احتياطي يزيد عن 1.5 مليون جندي في الاحتياطي، ويمكن أن تعبئ ما يصل إلى 500,000 جندي في خلال 6 شهور، وده رقم كبير جدا 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 بمعايير أي دولة. لو شفت الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن عندها جيش محترف، الجيش الأمريكي هو الجيش الأول في العالم من حيث الاحترافية، لكنه بيجد مشاكل في بعض النواحي. يعني مثلا فكرة التجنيد في الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية التجنيد ليس إجباريا، يعني كل الناس في الجيش موظفين بعقد، ممكن عقد ينتهي سنة سنتين ثلاثة يخرج يكمل ما يكملش، دي حاجة ترجع لطبيعة التعاقد. في 2022 الولايات المتحدة الأمريكية أو البنتاغون تحديدا عرض أن هو يتعاقد مع جنود جدد، لم يجد العدد اللي تمناه أو العدد، يعني لو هو عايز 100,000 ما لم يحصل إلا على 40% من المتوقع، يعني حصل على 40% فقط من العدد اللي كان عايزه. هذا يعني ضمنيا انه الولايات المتحده الامريكيه ربما تواجه مشكله في حشد احتياطي بالضبط تدفع به الى ساحه المواجهات العسكريه ان اضطرت الى ذلك. صحيح، عشان كده تقرير البنتاغون بيتكلم ان الصين نمو الصيني نمو غير مسبوق. تعال حتى في الطيران، يعني حتى في الطيران معروف ان مشاة البحريه الامريكيه وامتلاكهم لقوه جوية ضاربة، الولايات المتحدة الأمريكية دائما تفتخر بقواتها الجوية سواء منظومات الدفاع الجوي أو الطيران أو غيرها، ويمكن التقرير تحدث عن الطيارة الجديدة القاذفة، وبالمناسبة هذه القاذفة تستطيع أن تحمل قنبلة نووية، أو بمعنى أصح هي مخصصة لحمل قنابل نووية تكتيكية، القنابل الصغيرة اللي هي رايدر 21 الجديدة، بي رايدر 21 هذه أحدث طائرة في العالم، وحتى الطائرة الروسية اللي يقال انها كانت تناظرها او صنعت من اجلها اكتشفوا المحللين العسكريين انها اقل بكثير جدا من الطائرة الامريكية الجديدة. عشان كده تحدث عنها حتى وزارة الدفاع الامريكية بانها هي ذراع امريكا الطولة في المحيط الهادي. اذا انت لي قوس سريع، يعني شيء بشيء يذكر انه منذ ايام قليلة اول مناورات روسية صينية
جرت مناورات جوية صحيح. واستخدمت فيها بعض القاذفات اللي حضرتك أشرت إليها صحيح. لأول مرة منذ عقود ربما مضت يعني صحيح. دي ربما ده يكون مؤشر برضو لحالة عدم استقرار الأوضاع على أرض الواقع والخوف الأمريكي من تنامي القوة الصينية. الأهم بقى بالنسبة للصين هو تنامي القوة البحرية. أنا في تقديري أكبر نمو حصل في أفرع القوات الصينية هو القوة البحرية، لأن بدأت تمتلك أولا الصين لحد سنة 2010 ما كانش عندها حاملات طائرات، اشترت حاملة طائرات قديمة من روسيا كانت من أيام الاتحاد السوفيتي، وكانت هي أساسا حاملة طائرات أوكرانية، بس كانت لما تم تقسيم الأسطول الاتحاد السوفيتي رجعت لروسيا، ودي كانت قديمة. الصين بخبرتها ومع التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير في القوات المسلحة الصينية أنتجوا ما يسمى السفينة أو حاملة الطائرات الثانية بالكامل صينية وبأيدي يعني وبخبرة صينية كاملة 002، وعملوا آخر واحدة اللي هي 003 أطلقوا عليها فوجيان، ويقال أن فوجيان اللي هي 003 تناظر حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن. هذا النمو في البحرية الصينية تناسب معه توسع على الأرض أو في البحر. معروف أن اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم مياه البحار بتقول أن كل دولة لو متاح يعني في البحر يعني في مساحة واسعة تحصل على بعد المياه الإقليمية اللي هي 12 ميل بحري تحصل على منطقة اقتصادية تصل لحوالي 200 ميل بحري. إذا من البر الصيني الصين لها 12 ميل بحري وبعديهم 200 ميل بحري. الصين بنت جزر تطلق عليها الولايات المتحدة الأمريكية جزر صناعية على بعد 800 ميل بحري. الصين بتقول ان هي وصلت لهذا المدى لسبب، لان بتعمل ده في المحيط الهادي، ومعروف ان الصين يعني هي غرب المحيط الهادي في حين الولايات المتحدة الأمريكية شرق المحيط الهادي، فالمحيط الهادي مساحة كبيرة جدا مساحة متسعة يسمح لها لم تعتدي على المياه الإقليمية لأي دولة. يعني هي بنت هذه الجزر، لكن في دول قالت ان هذه الجزر تضررت، وهي اللي حضرتك الدول اللي انت اشرت اليها دول بحر الصين الجنوب. طيب. الولايات المتحده الامريكيه بدات تغذي هذه الصراعات وهذه الخلافات ما بين الصين ودول بحر الصين الجنوب. هذا الصراع انتج شيء قانوني في غايه الاهميه، خلى فيتنام رفعت قضيه فيما يتعلق بهذه الجزر وحقوق السياده ضد الصين في المنظمات الدوليه، وكسبت القضيه لصالح فيتنام، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه بدات تتكئ على هذا المنتج القانوني باعتبار ان الصين تتنمر على جيرانها او تحتل او تاخذ اراضي ربما يكون تاكئه لاحقا للتصعيد ان احتاجت لي واشنطن وهذه الدول. طيب قبل ان اخذنا الحديث مباشره الى بحر الصين الجنوبي وهذه التفصيلات الغايه في الاهميه اللي حضرتك طوفت بنا حولها، استوقفنا حضرتك انت بتقول انه التصريحات بتكون شيء من قبل واشنطن وبكين صحيح. لكن ما يجري على أرض الواقع شيء تاني مغير خلص. تماما صحيح. ليه هذه الازدواجية؟ يعني الدولتين في غنى عن فكرة أن أنا يعني أرتدي قناعا هنا وعلى أرض الواقع أتصرف بشكل مغير. يعني هو في الحقيقة يعني كلام حضرتك مظبوط جدا أستاذ أحمد، لو الأمور بتمشي بطريقة فيها ثقة، لكن الطرفين لا يثقان في بعضهم على الإطلاق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتنظر إلى ما تسميه بالحزب الشيوعي الصيني بأنه هو يعني شيطان هذا العالم، بأنه بيقوم بكل شيء ليس فقط ضد الولايات المتحدة الأمريكية لكن ضد حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سواء في آسيا أو حتى في خارج آسيا. يعني مثلا فيما يتعلق مثلا في الفترة الأخيرة تم اتهام الصين بأنها بتقوم بعمل زي مراكز تجسس على الأراضي الأمريكية لجمع المعلومات ليس فقط عن الجيش الأمريكي أو حتى المعلومات العسكرية، لكن تجسس يسمى بالتجسس الاقتصادي، إن الصين بتتجسس على الشركات الاقتصادية الأمريكية العملاقة وتنقل هذه الأسرار وتسرق هذه الأسرار وتقوم بإعادة إنتاج هذه المنتجات في الصين وتبيعها مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية أقنعت كل حلفائها الأوروبيين بالكامل بوقف التعامل مع الصين في تكنولوجيا الجيل الخامس المتعلقة بشركة هواوي، وقالوا بالنص أن هذا الجيل الخامس الصيني هو مهمته الوحيدة فقط هو سرقة المعلومات عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الدول الأوروبية ونقلها للجيش الصيني وليس للشركة الصينية. يعني هما لا يفصلوا بين الشركات العملاقة الصينية وما بين الجيش الصيني أو الدولة الصينية. لذلك كان في اتفاق مبدئي مثلا مع المملكة المتحدة توقف، كان في اتفاق مبدئي على تكنولوجيا الجيل الخامس مع إيطاليا
توقف كل الاتفاقيات، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤثر على الأوروبيين وتدفعهم لأخذ مسافة بعيدا عن الصين. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة فيما يتعلق بالصواريخ، الولايات المتحدة الأمريكية بتعتقد أن ما يجري من تطوير الصواريخ الصينية هو يهدد حتى المواطن الأمريكي في البر الأمريكي. يعني النهاردة المواطنين الأمريكيين في ولاية كاليفورنيا اللي على الساحل الغربي، لأن معروف الساحل الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية هو أقرب مكان للصواريخ الصينية اللي بتيجي من ناحية البر الصيني أو من بحر الصين الجنوبي أو بحر الصين الشرقي. بيدربوهم على إيه؟ بيدربوهم على أنه يلبس قناع ضد الأسلحة الكيميائية، بيدربوا ان الصين لو اطلقت قنابل نوويه وصلت لكاليفورنيا او الساحل الغربي في الولايات المتحده الامريكيه ازاي يتعاملوا مع هذه القنابل النوويه. النهارده ولايه زي ولايه كاليفورنيا فيها ملاجئ نوويه على اساس ان هم متوقعين ان ممكن قنبله نوويه تاتي. بدات الولايات المتحده الامريكيه كمان تعمل زي حاجه في النص كحاجز للقوات الصينيه او الصواريخ الصينيه انها تصل الى الولايات المتحده الامريكيه. ايه الحاجز اللي في النص؟ هو المحيط الهادي. فبداوا يعملوا اما اتفاقيات مع جزر المحيط الهادي زي جزر سليمان، زي جزر ميكرونيزيا، زي جزر كتيره جدا من اقصى شمال المحيط الهادي حتى جنوبه بداوا يعملوا اتفاقيات، وفي صراع ما بين الصين والولايات المتحده هنا الهادي. واضح انه واشنطن واخده المساله جد وانه بتتوقع انه الصينيون قادمون. صحيح. على نفس ايقاع ان الروس قادمون. صحيح. في المقابل بكين عندها نفس الاجراءات او نفس التخوف، عندها نفس الاجراءات الاحتياطيه. وعلشان ما اتعقش تاني للنقطه اللي انا اثرتها مع حضرتك، كل هذه الامور قد تبدو مفهومه، لكن اللي مش مفهوم انه طالما الامور هكذا على ارض الواقع، ليه لما يعني واشنطن وبكين يلتقيان في بعض المناسبات الرسميه او غير الرسميه تجد اللغه اقل خشونه او اقل صداما؟ هل معنى ذلك أن الصدام قادم شكلا ومضمونا وهو مؤجل إلى حين، أم أنه فعلا للدولتين عندهم قناعة أنه ربما ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا؟ أنا في رأيي الصين من جانبها يعني تريد أن تتجنب المواجهة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية جزء كبير جدا بما فيها حتى القادة العسكريين بيتمنوا ألا تحدث المواجهة مع الصين. لكن التمني أن لا تحدث المواجهة لا تعني عدم الاستعداد للمواجهة. تمام. فأنا في رأيي الطرفين لا يتمنيان المواجهة، لكن الطرفين يستعدان بشكل كامل وبجدية كاملة لهذه المواجهة. يمكن مش عارف، يمكن كلمنا مرة قبل كده عن ما عن فخ سيوسيدس. الرئيس الصيني نفسه تحدث عنه، رئيس الأركان الصينية الجنرال كليان تحدث عنه بشكل واضح وصريح وبالاسم، أن نحن نأخذ فخ سيوسيدس بجدية كاملة. وفخ سيوسيدس بيقول ببساطة جدا إن أي قوة صاعدة زي الصين علشان تصل إلى قمة العالم أو تصبح قوة مهيمنة مكان الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تصطدم معها في عمل عسكري، وأن هذا العمل العسكري أو نتيجة هذا العمل العسكري هو من سيحسم من على قمة هرم القيادة الدولية ومن يتراجع زي الحرب العالمية الثانية. لمن الهيمنة؟ معروف الحرب العالمية الثانية مثلا، كان قبل الحرب العالمية الثانية كانت معروف ان فرنسا وبريطانيا هم يعني المهيمنين على الساحة الدولية. هو مرة ثانية اسمح لي أرد نفس السؤال ده بالجزئية اللي جاءت في التقرير وتحدث عنها، انه الصين تخطط ليكون لديها اقوى جيش في العالم بحلول عام 2049. ده توقع الولايات المتحده الامريكيه. لكن ممكن يكون قبل كده. انا اعتقد انه هيكون قبل كده، يعني انا تقديري الشخصي انه هيكون اكتر قبل كده بكتير. لان مثلا في نوعيات من الاسلحه، رغم التفوق الامريكي الكاسح في كل انواع الاسلحه حتى الان، لكن في انواع جديده، يعني مثلا الوصول للفضاء، بناء اقمار صناعيه للتجسس من جانب الصين في تفوق او على الاقل بتتقارب، وهذا باعتراف الولايات المتحده الامريكيه. يعني الولايات المتحده الامريكيه اصدرت بيان وقالت فيه ان اقتراب الصين فيما يتعلق بالاقمار الصناعيه واقمار التجسس تقترب جدا من الولايات المتحده الامريكيه. هناك الان ما يسمى بالسفن الفضائيه الانزلاقيه. الان الصين تتقدم على الولايات المتحده الامريكيه في هذا الفرع المهم جدا جدا فيما يتعلق بالقوات الجويه او في العمل العسكري الجوي او قوات الفضاء بقى. القوات الفضائيه. انها في هذا، لو انا رايي 2049 دي مسافه يعني بعيده جدا. ربما الصين تصل الى نقطه التعادل مع الولايات المتحده الامريكيه قبل هذا القدم. الشاهد هنا الذي ينبغي ان نسال عنه، عندما تصل الصين الى هذه المساله عاجلا ام اجلا، اقوى جيش في العالم،
اللغة ستتغير؟ بالتأكيد. يعني أنا رأيي أن القوى العظمى يعني ليست جمعيات خيرية، يعني قد نجد يعني مصالح مع الصين، قد نجد مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الدول في النهاية عندما تمتلك كل عناصر القوة تتصرف لا أقول بأنانية سياسية، لكن تنطلق من منطلق مصالحها الوطنية. مصالحها الوطنية تقتضي عليها تستخدم كل أنواع اللغات، يمكن أن تستخدم مع الأصدقاء والحلفاء اللغة الناعمة. وأعتقد أنه ساذج من يعتقد غير ذلك. ساذج طبعا، كل دول العالم تعلم ذلك، وكل المخططين الاستراتيجيين وكل السياسيين وحتى كل الأحزاب يعلموا هذا الأمر. لكن أنا في رأيي هناك جزئية في الثقافة الصينية ربما تجعل فكرة أن الصين تهيمن على العالم بالشكل الأمريكي الحالي اللي احنا شايفينه هيكون مختلف. ليه؟ في حاجتين في التاريخ الصيني ممكن يدونا مؤشر على هذا الأمر. في مثل صيني بيقول انتظر عدوك، اجلس على ضفة النهر وانتظر جثة عدوك. دي معناها ان الصين لا تبادر ببناء القواعد بعيدا، لا تفكر. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة عندها 200 قاعدة عسكرية خارج الأراضي الأمريكية. هل السيناريو الصيني للسيطرة على العالم هيكون بنفس القواعد مثلا ده لما يحصل وتتفوق أو تعمل نقطة تعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا في رأيي الأسلوب هيكون مختلف، لأنه ينطلق من الفكرة الصينية والثقافة الصينية. الصين في التاريخ عملت سور حوالين نفسها. إذا الصين أنا في رأيي هي الهدف حتى من امتلاكها كل عناصر القوة هو حماية ما تمتلكه من موارد، من قدرات، من قدرات. لكن فكرة أن تطور هذه القدرات مثلا لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية، لاحتلال أجزاء مثلا في آسيا أو في أفريقيا أو في غير أفريقيا، أنا في رأيي الهيمنة الصينية ربما تأخذ أبعاد أخرى. يعني مثلا القوة الناعمة الصينية، الاهتمام حاليا بالأفلام، الاهتمام بالموسيقى، الاهتمام بالإعلام بدأ يزيد، وبدأ التأثير بطريقة حتى تبدو حتى في الكورة في الرياضة. يعني مثلا لو نادي أوروبي، هذا النادي انتقد الصين أو مالك هذا النادي انتقد الصين، الصين ممكن تعمل حاجة بسيطة خالص، إن هذا النادي لا تشاهد مبارياته في الصين. من النادي الذي يستطيع أن يغامر بأن يخسر شعبيته في بلد تعدادها 1.4 مليار نسمة؟ فبالتالي هذه قوة ناعمة كبيرة. انظر مثلا حتى صناع الأفلام في هوليوود في الماضي كانوا بينتقدوا الصين بشكل واضح وصريح لأن مش فارقة معهم. النهاردة مع ارتفاع معدل الدخل المواطن الصيني واهتمامه بالثقافة والاطلاع على الأفلام الأمريكية والأفلام اللي بتنتجها هوليود، بدأوا المخرجين والمنتجين في هوليود عشان يضمن تسويق لهذا الفيلم، الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية كلها، أمريكا وكندا والمكسيك وحتى والعالم الأنجلو ساكسوني أو حتى أوروبا، كلهم على بعض يطلعوا كم مليون، حوالي مثلا 800-850 مليون. لكن السوق الأكبر هو السوق الصيني، وبالتالي المخرج في هوليوود أو كاتب السيناريو أو المنتج طبعا اللي بيهمه يكسب بيراعي أن هذا الفيلم لا ينتقد الصين، وبالتالي أصبحت قوة ناعمة ومؤثرة في الإنتاج الأمريكي فيما يتعلق كده. دعنا يعني نذكر بالقاعدة الأهم علشان بعض الحالمين طموحه ما يذهبش بعيدا، أنه العالم اليوم وأمس وغدا لا يعترف ولن يعترف إلا بالقوة. بالتأكيد بكل معاني القوة. وهؤلاء الحالمون بقيم الخير والعدل والجمال ولغير ذلك عليهم أن ينتظروها في الفردوس المفقود. صحيح، أو يصطحبوا معهم القوة لينشروا هذه القيم. يعني أنا دائما أقول أن حتى القيم وقتها ما تضمنش برضو القوة هتعمل إيه في عقولهم. صحيح صحيح. يعني ممكن يعني أرسطو له يعني مقولة تقول أن السلطة دائما تعبأ بالرؤوس وأن القوة دائما تعبأ بالرؤوس. يعني وبالتالي عندما تمتلك القوة التفكير المنطقي والسليم اللي بيفكر فيه الإنسان العادي قبل أن يمتلك القوة قد يكون مختلف تماما. لكن أنا دائما أقول أن حتى القيم الأخلاقية تحتاج إلى قوة تحميها. صحيح. إلى قوة تنشرها، إلى قوة تسندها. يعني حتى الصين نفسها حتى الآن بتقول إنها تريد عدالة في العلاقات الدولية. هي بتقول أنا لا أريد الهيمنة على العالم، لا أريد السيطرة على العالم، ولا حتى تريد مجابهة الولايات المتحدة الأمريكية. هي تريد عدالة في العلاقات الدولية. النهاردة الصين بتقدم ما تسميه حزمة القيم المضادة أو المناوئة، أو نخليها نقول باللفظ الإيجابي المناظرة لما يسميه الغرب بالقيم الغربية. الغرب بتكلم عن ما يسميه بحقوق الإنسان من وجهة نظره،
الصين شايفة أن حقوق الإنسان مفهومها أوسع بكثير جدا من مفهوم حقوق الإنسان في الغرب، وده له حق فيه في تقديري. الحاجة الثانية، الصين بتقول عندنا منظومة قيم. الصين عندما تذهب تستثمر في دولة ليس لها أي شأن بالشؤون الداخلية لهذه الدولة، هي تقيم العملية الاستثمارية أو التعاون الاقتصادي والاستثماري على أسس تجارية بحتة. احنا بعد هذه التجارة، بعد هذا الاستثمار، بعد هذا المصنع اللي هنعمله مع بعض، مين هنكسب كام، وانتهى الأمر دون التدخل في الشؤون الداخلية. الغرب بيربط التعاون بما يسمح بالقيم الغربية. الصين أنا في رأيي بتكسب في هذا السباق، لأني النهاردة استطعت أن تصبح الشريك التجاري الأول لأمريكا اللاتينية، وهي الحديقة الخفية للولايات المتحدة الأمريكية. أصبحت الشريك التجاري الأول للقارة الأفريقية، وهي قارة كبيرة جدا، 54 دولة. عندنا الأيام اللي جاية القمة العربية الصينية، الصين تقريبا هي الشريك التجاري الأول لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الستة، والشريك التجاري الأول تقريبا لكل الدول العربية، وسبقت الولايات المتحدة الأمريكية، بل أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا قبل 2019 كانت الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأول لمنطقة الخليج، النهاردة أصبحت الصين. أنا رأيي هذه مفردات قوة أخرى، يعني كون أن يكون لديك مصفوفة من القيم، مصفوفة من القواعد، خليها مصفوفة من الخطوات التي من خلالها تستطيع أن تحقق مكاسب اقتصادية وتجارية وتكسب فيها عقول وقلوب الآخرين، هذا شيء مهم جدا. كمان الصين عندها ورقة بتلعب بيها، وهي أنها لم تحتل يعني دول من قبل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي بتقوم نظريتها في منطقة البحر الصيني الجنوبي تحديدا على فكرة أن الصين دولة تتنمر على الآخرين. لأنه طرح سؤال في الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة نانسي بيلوسي. نانسي بيلوسي زارت تايوان، كان رد الصيني عملت إيه؟ أن بدأت تحاصر الصين من 6 نواحي. اللي بيحبوا الصين أو اللي داعمين للصين ابتهجوا بهذا الأمر، لكن الصين نفسها اكتشفت أن هذا الأمر كان في النهاية كان خطأ جسيما. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية خدت هذه الصورة أن الجيش الصيني والبحرية الصينية تحاصر تايوان من كل شيء، وبدأت تاخد الصورة تسوقها لجيران الصين. انظروا ماذا تفكر الصين عندما تمتلك القوة. عندما تمتلك القوة سوف تفعل في مع فيتنام، مع سنغافورة، مع بروناي، مع ماليزيا، مع اندونيسيا، هتعمل مع كل دول البحر الصيني الجنوبي ما فعلته مع تايوان. وبالتالي فكرة تسويق الخوف من الصين وإنشاء حالة وسور من التوتر في العلاقة الصينية مع جيران الصين، أنا في رأيي هي الورقة الأولى اللي بتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي. دي حاجة هي لعبة يوجدها الأمريكيون، أعتقد يوجدها بامتياز ويستخدمها في أكثر من مكان. وأنا شخصيا يعني تعجبت يعني كيف الصين وقعت في هذا الفخ. يعني أنا كنت متوقع أن زيارة نانسي بيلوسي ماذا ستفعل تايوان في هذه الزيارة؟ هل هتعلن استقلالها مثلا بشكل كامل عن الصين؟ ده كان غير متوقع على الإطلاق. وبالتالي ربما يعني الشحن الداخلي كان ليه دور شوية. كان الرئيس الصيني مقبل على الولاية الثالثة، الشارع الصيني يعني غاضب جدا من زيارة نانسي بيلوسي، وبالتالي ربما كان هذا يعني القرار لإرضاء أو يعني امتصاص غضب الداخل الصيني. لكن على المستوى الخارجي، على مستوى العلاقة مع جيران الصين، هذا خوف الدول الصينية. النهاردة شوف دولة زي اليابان ماذا تفعل. اليابان الميزانية اليابانية تضاعفت تقريبا بنسبة مرتين. الميزانية اليابانية الأول مرة تتجاوز 55 مليار دولار. حجم معظمها رايح للإنفاق العسكري، كلها إنفاق عسكري. النهاردة اليابان بتفكر في شراء صواريخ أمريكية الأول مرة تفكر فيها. طب السؤال الأصعب يا دكتور أيمن، انطلاقا من قراءتك لطبيعة العلاقات الدولية وأنت متخصص فيها، هل من الممكن انه الصين تختار الخيار الاصعب وتقطع الطريق على واشنطن وتحاول تحسين علاقتها بدول الجوار وفي مقدمتهم اليابان، ولا ده امر شبه مستحيل؟ هو انا رايي هم بيحاولوا، هم الطرفين حتى، مش الصين من جانبها فقط. لان انظر مثلا لمعدل التجاره، معدل التجاره الصين الياباني في 2021 كان 330 مليار دولار، ده رقم كبير. لكن في قضايا حتى الآن الوصول فيها لحل يبدو هي كل طرف بيشوف النتيجة صفرية، ما فيش حل في النص. فيما يتعلق بالأمن القومي للبلدين، النهاردة اليابان شايفة أن الصين هي الداعم الأول لكوريا الشمالية، وأن هذا الصواريخ المنتجة في كوريا الشمالية ما كان لها أن تكون بهذه القوة وبهذه الدقة إلا من خلال الدعم الصين. وبالتالي هما اليابان شايفة أن أمنها القومي
هي وكوريا الجنوبية يتعلق بشكل رئيسي بمخاطر قادمة من الصين قبل أن تأتي من كوريا. هي ممكن برضو تسيطر على كوريا الشمالية، يعني إذا كان ثم التهديد للأمن القومي في اليابان أو كوريا الجنوبية، أنا بحاول أفكر بعقليتهم يعني. إذا ما طورنا علاقتنا مع الصين فمن السهل السيطرة على كوريا الشمالية. يعني هو في بعض الأطراف في حتى في اليابان بيقولوا أن فكرة العداء الكامل مع الصين لا يحقق المصلحة اليابانية. على سبيل المثال أن الأنفاق يعني الألماني، عندنا النموذجين الألماني والياباني بنى اقتصاده المزدهر على إيه؟ على حاجة واحدة، أنه ما عملش انفاق عسكري كتير. يعني في عوامل أخرى زي الحصول مثلا على الغاز الروسي الرخيص بالنسبة لألمانيا، أن الوصول للسوق الصيني، الوصول للسوق الصيني الكبير والمنفتح بالنسبة مثلا لألمانيا كان جزء رئيسي من ازدهار ألمانيا. النهاردة مع العداء ومع الاختلاف ومع التنافس والصراع، يعني السوق الصيني بيغلق شيئا فشيئا أمام الدول الأوروبية واليابان. طب بشكل آخر لو حضرتك برضو تتأمل معنا، أتحدث عن الحالة الذهنية بالنسبة لشعوب المنطقة، هل يعني من الممكن يكون في ثمة بوادر للتقارب، وبالتالي جزء كبير جدا من مخطط واشنطن لإشعال المنطقة ربما يتم إفشاله من قبل بكين؟ هل هذه الفكرة ممكن تكون حاضرة في فكر المفكر الاستراتيجي الصيني، ولا يعني شايف أنه نقاط الاختلاف والتباعد كبيرة بين الشعوب؟ الخطاب السياسي والإعلام الصيني بيقول اللي بتقوله بالضبط يا أستاذ أحمد، يعني أشكرك على هذا الموضوع. الخطاب الصيني السياسي والإعلامي بيتحدث عن مفردات الأخوة والجيرة والتعاون والمصالح المشتركة، وحتى في قمم وفي اجتماعات كثيرة بين الصين وهذه الدول. ده بقى في منتهى الذكاء لو نجحت لو عمل، لكن البيئة العامة في الوقت الحالي في النقطة التي نتحدث فيها لا توجد. يعني مثلا شوف خلاف بين الصين ودول الأخرى، أول خلاف في يتعلق بالسيادة، يعني الأمر الخلاف في بحر الصين الجنوبي يتعلق بالسيادة. صحيح. على الأرض، فهذه نقطة خلافية صعبة جدا، وفي حكم لصالح فيتنام، ده رقم واحد. في اختلاف بين الصين واليابان على جزر، بالمناسبة في جزر تسمى جزر سينكاكاو. جزر سينكاكاو الصين بتقول إن هذه الجزر جزر صينية. اليابان في الوقت الحالي الجيش الياباني والجيش الأمريكي موجود في جزر سينكاكاو. الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إنها تقطع الطريق على الفكرة اللي حضرتك بتقولها، مدت ما يسمى بمظلة الحماية الأمريكية النووية على جزر سينكاكاو. بمعنى لو حاولت الصين حتى تاخد هذه الجزر أو تسيطر عليها، الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالدفاع عن كل الجزر اليابانية بما فيها هذه الجزر. النهارده في خلاف بين الصين وتايوان اللي احنا عارفينه حوالين التاريخ من 1949، في خلاف بين الصين والهند، والخلاف الصين الهندي ده خلاف كبير جدا، لان احنا لما كنا دايما نتكلم عن الخلاف بين الهند وباكستان كنا نتكلم عن ولاية جامو وكشمير. هذه التسمية تسمية ناقصة، هذه المنطقة اسمها ثلاثة: جامو وكشمير ولادخ. لادخ هذه هي المنطقة الحدودية ما بين الهند والصين، كل من الهند والصين بتدعي أنها ملكية لها. في تقريبا لا يمر عام منذ فترة آخر، على الأقل في العقدين الماضيين لا يمر عام إلا ما يحدث اشتباكات ما بين الجيش الهندي والجيش الصيني على الحدود. المستعمر يعني أخفى الشيطان وهو يرسم الحدود طبعا في حدود كثير من الدول. بالضبط. وبالتالي فكرة أن تكون الصين والهند مثلا في خندق واحد ده مستبعد على, 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 على الإطلاق. تعالى عندك قومية زي قومية التبت اللي موجودة جوه الصين، ويعني زعيمها الدلاي لاما متهمة الهند بأنها تدعم هذه القومية، قومية التبت، وأنها تدعم الدلاي لاما المقيم في الهند منذ يعني عقود طويلة تصل لحوالي 40 سنة أو 35 سنة، وبالتالي هناك خلافات عميقة ما بين الصين وما بين الهند. حتى يا شوف احنا النهاردة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية بنتحدث عن تقارب روسي صيني، عن ربما تحالف في المستقبل صيني روسي. أنا في تقدير الشخصي هذا التحالف الصيني الروسي لا يمكن أن يكون على الأرض الواقع. قد تكون هناك مصالح أنية الآن نتيجة للخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن القوميين الروس، الناس في روسيا يعلموا أو بيدركوا أن هناك خطر صيني كبير جدا على ما يسمى بالأجزاء الخلفية من روسيا. الجزء الأسيوي في روسيا تقريبا القريب من المحيط الهادي، كل هذا الجزء في اتصال مباشر، يعني تجد مثلا اتفاق توأمة بين مدينة روسية ومدينة روسية. الكهرباء بتطلع من روسيا تروح تغذي مدينة صينية.
هم بيعتقد القوميين الروس أن الصين سيطرت بالفعل من خلال الاقتصاد والقوة الناعمة والثقافة وحتى ما يسمى بتجار الشمطة على الحدود ما بين هذه، أنها سيطرت على هذه المناطق، وبالتالي هناك خوف أو هناك قلق، قلق دفين من أطماع الصين التوسعية، من أطماع الصين في هذه المناطق، وبالتالي فكرة أن يكون هناك تحالف صيني روسي في تقديري هذا لا يمكن أن يكون موجود على أرض الواقع. في ظل هذه البيئة فكرة حضرتك فكرة يعني طوباوية، فكرة مثالية، لكن تطبيق على الأرض صعبة للغاية. لو شفت حجم الأسلحة اللي طلبتها اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية هذا لا يؤشر بتقارب على الإطلاق. رئيس الوزراء الياباني اللي هو تم اغتياله شينزو آبي، وبالمناسبة هو كراجل معتدل جدا وكان راجل حاول يعمل علاقة كويسة مع الصين، قبل ما يتم اغتياله كان له مقترح في التلفزيون الرسمي الياباني، مقترح خطير جدا. قال احنا اول دولة او الدولة الوحيدة في العالم اتضربنا بالقنبلة النووية، صعب ننتج قنبلة نووية، لكن طرح فكرة في غاية الخطورة ان اليابان تستضيف قنابل نووية امريكية وتخزن فيها حتى يكون نوع من الردع للصين، لان الصين ايضا عندها قنابل نووية، وهناك اتهامات امريكية كبيرة بانها تطور هذه القنابل النووية وتطور وسائل توصيلها سواء كانت غواصات او صواريخ او 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 قاذفات. عشان كده طرح شينزو آبي فكره ان الصين تستضيف قنابل نوويه على غرار استضافه المانيا وايطاليا. المانيا وايطاليا لا ينتجوا قنابل نوويه لكن يستضيفوا قنابل نوويه امريكيه. عموما يا دكتور ايمن، يعني كالعاده الحديث معك ممتع جدا وفيه كم كبير جدا من المعلومات المهمه، اعتقد انه ممكن تسميت هذه الحلقه بالجزء الاول من بحر الصين الجنوبي، لانه هناك كثير من النقاط وبعض الاسئله الاخرى بحاجه ايضا لطرحها ونقاش حولها. ربما إن شاء الله يجمعنا لقاء بحضرتك لاحقا إن شاء الله نبني على ما قدمناه في هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول بطبيعة الحال لحضراتكم. الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى تجدد اللقاء والتغطية مستمرة معكم لبعض من الأحداث المهمة. إلى اللقاء.